اول حاجه شحال لهاد الجمهور هادو؟ علاش حيت بنادم جاي مع 5 الصباح مع 4 الصباح من بر الرشيد من كناس شحال واحد جا كلي باش مسكين هنايا كلي باش مسكين هنا وما لقاش الوراق. علاش صور قيش شحال مع 9 الصباح 9 و 4 قال لك الوراق بقاو التريبين قيش ديال القياش فينا هما فينا هما ربع ساعه صاحبي ربع ساعه ملي كتسول اسمحوا لي الدراري اللي كتسولوا اللي كتسولك يقول لك ما قطعتش اللي كتسولو كيقول لك ما قطعش ومني كتشي لقيتي كيقول لك لا راه قطعو. حنا ماشي جماهير الديربيات او الفينالات او لي كوبا ديال الموندو كما كيقولوا، حنا جماهير كنحضروا في الماتشات العاديين واخا يكون ماتش ميكال كنحضروا كنلقاو لا ميم شوز ديال المشكل. يعني علاش اللي ما يتبروش هذا المشكل ديال التتبيع ديال التذاكر؟ اجي علاش هاد لاسيس اللي كتبيع الرجاء اللي كتبيع التذاكر في باج ديال الرجاء علاش باعت غير واحد 15% نسبة قليلة اللي باعتها في السيت ديال الرجاء وجات باعت لينا عاوتاني هنا؟ علاش هاد السياسة؟ علاش هاد التخويف؟ هادي السياسة واضحة باينة، السياسة في صالح ديال المارشي نوار، في صالح مافيا السوق السوداء اللي كتعيش من هاد الكيشيات. رجاء كازابلانكا والباج اوفيسيال ديال رجاء ما بقاش تابوني عندها من اليوم لان هي كتحمل المسؤوليه وعلاش ما تحاميش علينا؟ كاع الجماهير ديال المغرب كامل تعيش هاد المشاكل. علاش 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 تتلقى كاع الالترات اي اغنيه مخرجين فيها القمع؟ علاش كل اللي تيقى معك في هاد راه عندك السلطه عندك السلطه وعندك الحكومه حيت الحكومه تتهضر السلطه تتنفذ. وتنقول كاع الناس كاع الجمهور ديال الراجل اللي تشد ولا اللي متهمينو اللي تهمينو في اي حاجه تنتمنى يبان الحق ديالو. واول حاجه سيدنا بغيتك تحكم الحكومه، الحكومه هما اللي فاسدين هاد البلاد.